رغم ابتعاد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن الساحة اللبنانية، إلا أن المعلومات عنه لا تزال تتوارد حيناً بعد آخر. آخرها كان ما ذكره موقع لبنان ديبيت الذي لفت إلى أن التراجع الملحوظ في حضور الحريرية في الداخل اللبناني في مؤشر على أن المرحلة المقبلة لن تشهد على عودته إلى الحياة السياسية اللبنانية. وفي هذا الإطار لفت الموقع إلى أن المعلومات المتعلقة ببيع أحد الأبنية في منطقة سبيرز وتسريح عدد من الموظفين في الإعلام والبروتوكول كانت معاشاتهم تتراوح بين 300 و500 دولار، وعرض عليهم منحهم ما بين 8 إلى 10% من أصل المعاش لمدة 12 شهراً مقابل توقيع الاستقالة وبراءة الذمة. هذا الطلب قبل بالرفض من الموظفين الذين نصحهم مدراء ورؤوس كبيرة في التيار الأزرق بعدم التوقيع، لا سيما أن إجحافاً سيلحق بالكثيرين، خصوصاً الذين بدأوا العمل مع الحريري منذ العام 2005، حتى أن هناك من كان يعمل في قصر كرايتم منذ العام 1996، أي منذ أيام الرئيس رفيق الحريري وفق الموقع. وعن صحة هذه المعلومات قال الصحفي نضال السبع في حديث للجديد: قيام الرئيس سعد الحريري بتصفية بعض متعلقاته بلبنان وتخفيض البروتوكول أو المرافقين أو ربما بيع بعض السيارات مرده إلى أن الرئيس سعد الحريري لا يفكر في هذه الأوقات بالعودة إلى لبنان، خاصة أنه الوضع بلبنان يعني غير مستقر من الناحية الأمنية أو السياسية، والأمور حتى هذه اللحظة لم تنضج لعودته إلى لبنان، فبالتالي لا حاجة إلى يعني كثرة هذه المصاريف والأعباء المالية. هذه المعلومات كانت ذكرتها صحيفة الأخبار في وقت سابق، حيث لفتت إلى أنه بجانب التخلص من أعماله في لبنان، فإن السلطات الإمارات العربية المتحدة طلبت من رئيس الحكومة الأسبق مغادرة أراضيها بإعازة من السعودية من دون معرفة الأسباب ولا تفسير للتوقيت. كما لفتت إلى أن الحريري الذي تفرغ منذ اعتكافه لتنفيذ مشاريع تجارية ومالية لتعويض بعض خسائره المادية ودفع ديونه، زار تركيا أخيراً والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تربطه به علاقة طيبة. وأفادت بأن أردوغان عرض على الحريري تقديم مقر لإقامته في حال قرر الإقامة في تركيا، فيما لم يعرف بعد موعد مغادرته الإمارات. النقطة الثانية أيضاً، كل حديث عن أنه يعني السعوديين طلبوا من الإماراتيين مغادرة الرئيس الحريري للإمارات هو كلام غير دقيق وغير صحيح، وأنا أنفيه نفياً قاطعاً. علاقة الرئيس سعد الحريري مع الإماراتيين هي علاقة ممتازة، وهو معزز مكرم في الإمارات ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع الإماراتيين، ولا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق. يذكر أن عدد الموظفين المصروفين من مؤسسات تابعة للحريري بلغ حتى الآن 70 موظفاً، وفق ما أوردته الصحف والمواقع الإلكترونية غالبيتهم من فريق البروتوكول، موضحة أن حملة الصرف ستطال الموظفين في التيار الأزرق ومقربين من فريق أحمد الحريري. وفي هذا الإطار نقل موقع لبنان ديبيت أن الموظفين يربطون إجراءات الحريري هذه بالموضوع السياسي وامتداداته، فيما تعتبر فئة منهم أن الوضع المادي هو من حتم عليه اتخاذ هذه الإجراءات.